لنا حبيبتي الحمد لله طبعا. وده بحد عجل النهارده بحد عجل اول مره اشوف كده. هي دي الست القويه اللي وقفت قدامنا. انا دبحت اجمل حجاج وحسين الغرابي عقبال الحكومه ما لم تستسلم ولم تخف بل وقفت صامده امام الاعداء وقدرت تجيب حق بنتها. يعني الحقيقه النهارده مبسوطه جدا لاني شاهده اعلاميه برضه يعني الخلود كنت معاها كل الطريق. طبعا انا من بدايه القضيه فايمه الله يرحمها في المشرحه وانا ماسكه القضيه وبخش خش ان انا اساعدها على قد ما اقدر ودايما كنت بصور مع الحاجه ماجده رغم التهديدات اللي كانت بتجيلي والانتقادات اللي كانت بتجيلي لا ما حاولتش ان انا اسيب القضيه لان انا حطيتها مكاني حطيت نفسي مكان شيماء. نعم العجل اللي وراكي بقى الفكره جات لك ازاي؟ جات لك ازاي؟ اللهم صل على النبي. ده شغال المخ شغال دماغ ده برازيلي طبعا. لا مش برازيلي مصري. لا مصري. طيب ايمن حجاج وحسين العربي اللحمه بتتوزع لمين تاني برضو؟ معلش انت سالتني السؤال ده 100 مره. ما قلنا بقى للغلابه اللي واقفين اللي انت شايفهم للغلابه طبعا وللاعلاميين حبايبها يعملوا طبق فته ببيتهم كده لكل حبايبها. انا زيكم زي هاخد زيكم اكله برضو. هتاخد كيلو؟ اه والله العظيم. لا هتدينا كل واحد 5 كيلو براحتكم. ولينا وللحبايب ولاصحابها رجعت لها الست دي كانت خايفه ان حقها ما يرجعش لها وحق بنتها ما يرجعش. كانت بتعيط وما كانتش بتعرف تنام بالليالي. اهم حاجه النهارده انا مبسوطه طبعا. أيوه. اهم حاجه ان هي مبسوطه وضحكتها رجعت لها من تاني. دي بالنسبه لي انجاز. انا مبسوطه جدا وجايه النهارده كل التفاؤل وفرحانه ان هي فرحانه. كانت بتتكلم تقول انا خايفه انا خايفه انا واقفه قدام ايه يعني برضو يعني واقفه قدام قاضي وقدام عائلات كبيره جدا. هي قدرت يعني ربنا سبحانه وتعالى نصرها والقضاء المصري والقضاء المصري القضاء المصري العادي جاب لها حقها فالحمد لله. اشكر الراي العام كله. دايما مبسوطه يا حاجه قوي 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 ولابد ان يوم مظلوم يترد فيه المظالم ابيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم. 100 100 حاجة تمام. عايز اسالك على حاجه بنتك يعني. بنتك زرتيها اخر مره ايه؟ ده لسه هي في خيالك على طول. ده يوم الجلسه يوم الاثنين اللي فات. يوم الاثنين اللي فات ما كنت معايا. انت بتنسى ليه؟ انا معاك بس المشاهد ممكن يكون لا لا ما انسيش المشاهد عارف. ليه فكره العجل؟ ما فيش. انا كنت بصراحه عايزه اجيب خروفين بامانه كنت عايزه اجيب خروفين بس لقيت الخرفان مش هتجازي لحم والعجل هو الافضل. ما هو معجول فجبت العجل. العجل اهو ايوه وهيتوزع. العجل اهو ده ايمن حجاج وده حسين الغربي. بنتك حاسه بيها مرتاحه النهارده؟ هي اللي مرتاحه زي ما انا مرتاحه. حاسه بيها ولا لسه يوم التنفيذ الحكم؟ يوم التنفيذ هيبقى الاحلى والاحلى والاحلى. سؤال وفي الصميم قول يلا خش. انك انت جدعه جدا وبتجاوب. قول لو جالك يعني لا قدر الله طبعا لا نتمنى هذا لا نتمنى لانه هو اخبار. لو جالك خبر ان هو مات قبل تنفيذ الحكم ازعل جدا. لازم تنفيذ قوي لازم تنفيذ حكم الاعدام يشوفه ويطوله على حبل المشنقه ان شاء الله ان شاء الله الاثنين ايمن حجاج وحسين الغربي. حط نفسك مكانه بينتظر ساعات الموت. هي دقائق فقط وهي قليله وهي لما عندها كل الثقه وماسكه ايد جوزها وراحه معاه ما صعبتش عليه ليه؟ الخاين اللي قبلها بليله نايم في حضنها الزباله هو بيخطط لها ياخدها يقتلها. هيصحى هياخد حمامه ويلبس يروح يستاذن المجلس ويجي ياخدها وده اللي تم وده اللي حصل. انت تعرف ان القمر الصناعي هو اللي جاب شيماء وهي نايمه على الارض وهما بيجرجروا فيها؟ مكتوب في القضيه على فكره. ما كل شويه بقرا في القضيه. القمر الصناعي اللي جاب ما هما مش عارفين مشي بقى في اي طريق. صورته وصوره شيماء طلعت للقمر الصناعي راح قايل التاشيره فين؟ المكان فين؟ وروكي طريقه المكان فين؟ حتى وهي نايمه انتوا شفتوها وهي نايمه وهي لابسه فوشه في ابيض هي دي ما كانش لسه لمسها يا دوبك كان موتوها بس وبيجرجروها عشان يودوها الفحره اللي فحتينها لها. حطيناك انت وهو في اوضه واحده
تقولي له غير اكله ابلعه بعد الحكم اكله بعد الحكم اكله بقول لك بعد الحكم بقول لك اكله قولي بعد الحكم ما ده معنى كده انك مش راضيه برضه بالجو لا راضيه وكل حاجه الحمد لله لحد كده انا تمام الحمد لله عقبال ما ياخدوا عقد يتنفذ عليهم التنفيذ الاعدامي بس بايدي الحاكم احسن من ايدي يبقى الحاكم علم على الاثنين وعدم الاثنين بالقانون انت طلب ان انت تخشي عملت طلب ان انا احضر احنا بعتنا الطلب هل يرد او ما يردش دي جهه سياديه هم هو دلوقتي خلاص يا رب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كلمه اخيره لكل جمهورك ستات مصر اللي بيحبوك ويشوفوك على فكره الستات مستجدعين شكرا ليهم وكل من ليه حق يفضل وراه لحد ما يجيبه كل من ليه حق لو انت حاسس ان ليك حق كمل وجيبه وهيجي ان شاء الله زي ما انا جبته ان شاء الله وانت كنت معايا خطوه بخطوه حاسه ان في البدايه كان في خوف شويه انك انت اكيد على منصبه كنت اكيد على منصبه انا فاهمه انت عايز تقول ايه أيوه. اكيد على منصبه كنت خايفه ولكن بس دخلت ما اقدرش ارجع انا خلاص دخلت انا خلاص عملت المحضر انا خلاص لازم اكمل يا راجل في اكتر من اللي اتقال عليا ها كتير جدا طب ما خفتش ليه كل ده اتقال عليها بالباطل الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لك يا رب الحمد لله اشكر قضائنا المحترم اشكر الهيئه السياسيه المحترمه اشكر بص المباحث اللي من اول يوم شكت فيه مبروك يا حاجه مبروك الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم مبروك الله يبارك فيك ما تقطع ابيض في احمر وكله عشان كله يا اخي كله ببعضه يا دوبك طلع العظم بس انما كله ببعضه وانت بقى ايه على الراي العام والناس اللي قالوا كلام كتير عليك ترد تقول لهم هقول لهم القانون المصري والقضاء جاب لي حقي ورد عليكم انا اهو وانتهم والزمان صعبه ايه كملتها والزمان ما بيننا هو اللي بالظبط مش عارفاها قول عليك يسلم ميت تمام يكفيني نختم بقى بزغروطه والنبي زغروطه طب يلا اختم زغرتي معايا تعالي قوليها مش عارفه والله لا